احب ضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. ازي حضرتك؟ ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني خلينا نبدا بالكؤوس كثيره وانتصارات كبيره وكثيره للنادي الاهلي خلال هذه الفتره استاذ ما شاء الله. طبعا حاجه جميله جدا، كؤوس في كل الالعاب. وانا الحقيقه بحييكوا برضو يا كابتن انكم مهتمين بمتابعه الاخبار الحلوه دي واستضافه نجوم اللعبات المختلفه، العاب الصالات. الحقيقه انه ده يكمل باذن الله مع كره القدم باذن الله الفتره القادمه. استاذ محمود، ده يعني انا شايفه انه نتاج عمل يا كابتن اسلام. أكيد. عمل كبير جدا يعني اديته اداره النادي الاهلي لمجلس الاداره بامانه شديده، خد قرارات مهمه جدا تحت ضغط الجمهور الموسم اللي فات. شايف نتيجه العمل، نتيجه التخطيط، نتيجه التفكير. شوف انت يعني لعبه الباسكت عملت فيها نهضه كبيره جدا. شوف الهاندبول، الروح وعدم الاستسلام. صحيح. والجمهور والنادي والاعضاء والعمل الكبير. كره الطايره سيطره على مدار 6 سنوات على جميع المسابقات. امر طبيعي جدا لما توصل القمه يحصل لك حاله هبوط اضطراري، محتاج انك انت تعيد البناء وتفكر وتعيد نفسك مره اخرى. ده طبيعي جدا، هي دي المنافسه. ما من خلال اللي بيحصل ده تقدر انت ايه تتعلم من اخطائك. عاوز اقول مبروك كابتن محمود الخطيب، مجلس ادارته، جهد كبير جدا بتعمل بامانه شديده. يعني في عمل كبير من كمان خالد العوضي، راجل يعني لا يهدأ بأمانة شديدة. أيضا أعضاء مجلس إدارة، الأستاذ عمرو فاروق، خالد مرتجي، كل الناس دي يعني عاوز أقول بيتابعوا يعني عاوز أقول لك إيه، في دعم. الناس حاسة إنها قريبة، حاسة إن الإدارة مفتحة عينيها ومهتمة بالتفاصيل الصغيرة. نتيجة اللي حصل ده كله وصلنا للمرحلة مهمة جدا، إنك أنت عندك بسم الله ما شاء الله 17 لقب من 21 منافسة أساسية في ألعاب الصالات. عندك ان شاء الله زي ما قال الاستاذ جمال تكمل باذن الله على خير بالتتويج باهم واغلى الالقاب، الدوري العام، كاس افريقيا، دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يا رب تكون فرحه كبيره جدا، ويكون موسم استثنائي لجماهير النادي الاهلي وادارته كل الالعاب بامانه شديده في كل الالعاب. يستحقوا فعلا، لانه في جهد، في عمل، في تفكير، في اخلاص، في عمل كبير جدا، في التزام. كل ده بيؤدي ان شاء الله، نتيجته ان شاء الله يكون التوفيق والنجاح باذن الله تعالى.